حزب الخلوة للإمام أبي الحسن الشاذلي قدس سره. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا منان يا كريم، يا ذا الفضل العظيم، من لهذا العبد العاصي غيرك، وقد عجز عن النهوض إلى مرضاتك، وقطعته الشهوة عن الدخول في طاعتك، ولم يبق حبل يتمسك به سوى توحيدك. وكيف يجترئ على السؤال من هو معرض عنك؟ أم كيف لا يسأل من هو محتاج إليك؟ وقد مننت علي الآن بالسؤال منك، وجعلت حسبي الرجاء فيك، فلا تردني خائبا من رحمتك يا كريم. وقد جعلت لأسمائك حرمة، فمن دعاك بها لا يشرك بك شيئا أجبته، فبحرمة أسمائك يا الله يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور، قني من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والشك وسوء الظن وضلع الدين وغلبته وقهر الرجال، فإنه لك الأسماء الحسنى، وقد سبح لك ما في السماوات وما في الأرض، وأنت العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك خيرات الدنيا وخيرات الدين، خيرات الدنيا بالأمن والرفق والصحة والعافية، وخيرات الدين بالطاعة لك والتوكل عليك والرضا بقضائك والشكر على آلائك ونعمك، إنك على كل شيء قدير.